محمد منصور، السعيد السيد منصور شهاب، محمد رضا سامي عبد الرحمن، عبد الرحمن محمد عبد الله الحوت، وخالد الشحات محمد ابراهيم، وجمال السجن لمده 7 سنوات على المحبوس التأهيلين، ثالثا بمعاقبة كل من عبد المعبود مصطفى ومصطفى رزق وعمرو حمدي ابراهيم عطيه وياسر احمد احمد شهيد وعبد السلام محمد عبد السلام شهيد بالسجن المؤبد عما أسد إليهم وألزمتهم بالمصاريف الجنائية. خامسا غيابيا بمعاقبة عبد الله محمد عبد الموجود لإيداعه إحدى مؤسسات الأعيان الاجتماعية للأحداث التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية على أن تقدم تقريرا عن حاله وسلوكه يعرف كل ستة أشهر على المحكمة، وبإلزام المتهمين جميعا بأن يؤدوا المدعين بالحقوق المدنية مبلغ 101 جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت وأزمته في المصاريف الجنائية مبلغ 200 جنيه من قبل أفعال المحاماة. جناية 458/2014 حكمت المحكمة حضورية. أولا ببراءة المتهمين جميعا من التهمة المنسوبة إليهم للفند أولا. ثانيا بمعاقبة كل من السيد رمضان سالم محمد، اثنين مختار محمد حسن، عبد الله سلطان عبد الله سلطان، ثالث محمود احمد الرفاعي، احمد جمال انور علي حسن، عبده حسن، البسطويسي نافع محمد، حسام الدسوري السيد فارس، 9 محمد ابراهيم شمس محمد شمس الدين بالسجن المؤبد. ثانيا معاقبة كل من محمد رمضان عوض السيد احمد، محمود عبد الهادي محمد اعداء، واحمد صابر ابراهيم.